صورت النجمة شذا حسون والنجم فضيل ديو غنائي وموقع الفن كان موجود بكواليس التصوير وكان لنا معهم مقابلة مميزة وكمان لقاء مع المخرج زياد خوري تابعوا معنا النجمة شذا حسون بدي فيك عبر موقع الفن وكمان بدي لك اهلا وسهلا فيك بلبنان الله يخليك شكرا على حضوركم وشكرا دائما انتم متابعين الاخبار وسعيدة جدا اكيد اكون في لبنان بلدي الثاني انا اعتبره نحن اليوم موجودين بكواليس الديول عم تحضرين مع النجم فضيل شو بتحبي هيك تخبرينا عنه اكثر حابه اقول انه يعني هذا الاغنيه صار لنا فتره واحنا قاعد نجهز فيها ولقينا كثير معوقات يعني الوقت سبحان الله هي الوقت وكان كورونا احنا كنا جهزنا قبل كورونا بس اخذت وقت على انه ما تتجهز و... آه، الحمد لله اليوم قدرنا انه آه، آه، انه تتصور وانه ان شاء الله حتشوفوها قريبا باذن الله انا هلا كنت عم اسمعها بالكواليس غنيه روعه فعلا <applause> هيت يعني يعني اغنيه جديده ستايلها جديد جدا وان شاء الله يا رب توصل لكل الناس حتكون ان شاء الله اذا نفكر نطلقها في, في يعني في الكريسماس وفتره الاعياد ان شاء الله إن شاء الله كمان المرة الجاية بدنا غنية لبنانية موجودة موجودة أنا لأنه قاعدة أجهز ألبوم فالألبوم حيكون لأنه صار لي فترة ما غنيت لا لبناني ولا مصري ولا ولا مغربي فهالألبوم حيكون مزيج من شذا اللي قبل يعني حارجع على على الستايل العربي يعني راح اغني خليجي لبناني مصري ومغربي ان شاء الله وعراقي طبعا راكم في الكواليس ديال الكليب نسجلوا الاغنيه جديده سميتها مونامور حبي مع شازا شازا صديقتي شازا اختي كاينه واحد القصه طويله قصه هادي 15 عام كنا في برنامج ستار اكاديمي وهي ربحت الفينال وغنينا ماي واي دونك ولات صديقتي ولات دونك في السفر ديما نحاول نتلاقى بالفنانين وكنا في دبي وكنا في المغرب في في كازابلانكا وهي في دبي كترحب بالفنانين هذه معروفه عند عند شازا حلوه حلوه كثير وترحب بالفنانين وتعشينا مع زوجتي كانت شاذا وانا وقلنا علاش من يعني ماركي هاد 15 عام اللي تلاقينا في ستار اكاديمي علاش ما نخرجوش اغنيه نديروا واحد لو ديو وكانت عندي هذه الاغنيه مونامور وزوجتي وشادا تفاهموا هما هي شو عراقيه مغربيه زوجتي مغربيه دونك قلنا علاش لا ما من نجربوش من الاصوات لي دو فوا دونك لي جربنا هذيك في استوديو لا شونسون خرجت حلوه ستايلز جديد هي شويه بالعراقيه شويه بال بالمغربيه بالدارجه انا في, في الراي معروف كندير كومبينيشن دونك جربنا و... وخرج حلو الحمد لله. هذا الديو آه، كنت ناطر نشتغل سوا صراحه انا واكيد انا وشدا من زمان كل مره ما عم تزبط وحتى فودال من الفنانين اللي كان عيني عليهم اذا بدنا نقول تنشتغل معه. وسأبني هيك مثل كادو يعني يجيني ديو لفنانين حابب يشتغلوا يوم كثير والغنية طبعا لما سمعتها حسيت هذا هو العمل اللي حابب يشتغلوا هذا الاوديو اللي بدي اياه وهالفيجن اللي بدي اروح فيها مع فنانين هيك مجانين وخاصة فضيل يعني ورحنا بهالدايركشن معهم واشتغلنا بطريق نقدر نوضح الهانك الحلو بالغنية بيوري شوتس كثير حلوين بكونسبت كثير حلو بعدت عن ستوري بورد وعن عن هذا اذا بدنا نقول التمثيل ورحت على شيء يلبق لهم يلبق خاصه لهالروح لهال الحلوه اللي عندهم اياها <applause> نحن اليوم كمان شفنا المطرح حلو اللوكيشن التصوير كثير حلو شو سبب اختيارك له؟ هذا ثاني نهار تصوير اول نهار كنا بطرابلس اليوم عم نصور بعلي حسب كل شيء كل كل سيرب عم بعملها بدها لوكيشن معيني هذا اللوكيشن مريح بحبه كثير وكلايتنج بيريحني واللي عم جرب حضره بهال بهالسينز يعني بيشبه هالمحل بالذات تقريبا يعني مشان هيك اخترت هاللوكيشن بالذات لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن دوت كوم وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليصلكم كل جديد